درس اليوم طرح الأعداد الكسرية. إذا أول عمل غادي تقوموا به هو أولا ترسموا قطعة من الشوكولاتة على شكل مستطيل. إذا رسم قطعة من الشوكولاتة على شكل مستطيل، وكل واحد يحاول يجزأ القطعة ديال الشوكولاتة إلى 6 أجزاء متساوية. يجزأ قطعة الشوكولاتة إلى 6 أجزاء متساوية، والتعبير عن كل جزء بكتابة العدد الكسري. أي 1/6. إذن السدس، ما يسمى بالسدس. الآن ستقومون بتلوين 5/6، أي 5 أسداس القطعة. ستلونون 5 أسداس القطعة. إذا ما هي نتيجة طرح 2/6 من 5/6؟ أي 5/6 ناقص 2/6. إذا الأمر هنا مشابه عند طرح الوحدات. 5 وحدات ناقص 2 تساوي 3 وحدات. بالنسبة للكسور، 5 أسداس ناقص 6 يساوي 3 أسداس. الآن نمر إلى الكراسة لنكتشف ونتمرن. رقم 1، قسم إسماعيل الحلوى إلى 6 أجزاء متساوية. من هذه قطعة الحلوى جزها إسماعيل إلى 5 أجزاء متساوية. ستة أجزاء، 1 2 3 4 6 أجزاء، إلى 6 أجزاء متساوية. إذن أكل منها السدس، أي 1/6. أحسب كم بقي منها. مثل هنا الكسرين، كسر ناقص كسر يساوي كسر. التمرين الثاني، حصلت رقية على حصة 4/6 من بيتزا، فأكلت منها ما يمثل السدس، أي 1/6 من البيتزا. ما هو الكسر الذي يمثل الجزء الذي بقي لدى رقية من البيتزا؟ إنك شفت بيتزا، إذا حصلت على 4/6، إذا 4/6، وأكلت منها السدس. ما هو الكسر الذي يمثل الجزء الذي بقي لدى رقية من البيتزا؟ إذا درنا عملية ديال الطرح كسرين. ثم رقم 3، أستعمل أجزاء كل شريط وأحسب. استعمل أجزاء كل شريط ثم أحسب. إذن شريط 3/4، 3/4 ناقص 1/4، 3/4 ناقص 1/4. هنا 1 2 3 4 5، 2 2/5 ناقص 1/5 تساوي 7/8. 7، 1 2 3 4 5 6 7، 7/8 ناقص 1/8 تساوي كم؟ إذا نفس الشيء، 4/6 ناقص 3/6 تساوي كم؟ 1 ناقص 4/5، 1 2 3 4، 4/5 الأجزاء اللي هي كتشوف فيها كروة، إذا تمثل 4/5. إذا 1
واحد ناقص أربعة على خمسة، ما هو الكسر اللي كيمثل؟